لقد حان الوقت لصنع سلام رساله مباشره حملها معه الرئيس الامريكي دونالد ترامب من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الى رئيس الحكومه الاسرائيليه بنيامين نتنياهو بحسب ما كشفت معاريف فالسعوديه مستعده للسير في علاقات مع اسرائيل والذهاب الى تطبيع كامل اذا ما اتخذ نتنياهو القرار الشجاع الكره في ملعب نتنياهو نقطه على السطر والكلام لمعارف ترامب جاء إلى إسرائيل مع ورقة هامة جدا فهو يقول لي اسمع عندي ورقة دول الخليج والسعودية وهم مستعدون للتطبيع فلتقل لي ما أنت مستعد للقيام به وصول ترامب الى اسرائيل لم يحجب تداعيات قمه الرياض بل على العكس، فكانت مقرراتها التي القت بظلالها على الزياره برمتها الحاضره الابرز في لقاء نتنياهو ترامب. نتنياهو الذي لم يفته توظيف الخطوه غير المسبوقه المتمثله بوصول ترامب في رحله مباشره من الرياض الى تل ابيب، عمل على استغلال نتائج قمه الرياض وتوظيفها اسرائيليا خلال زياره ترامب. فكان العداء المشترك لإيران بين اسرائيل والدول العربية سببا لتحويل اعداء الامس الى شركاء اليوم والكلام لنتنياهو لقد قلت بصوره واضحه ان الأخطار المشتركه حولت الاعداء الى شركاء وبهذا نحن نرى شيئا جديدا للمره الاولى في حياتي ارى املا حقيقيا بالتغيير الزعماء العرب الذين التقيتهم يستطيعون تغيير الاجواء محللون راوا ان احد انعكاسات قمه الرياض يتمثل في ان الحديث عن علاقه اسرائيل ببعض الدول العربيه والتعاون فيما بينها لم يعد يجري تحت الطاوله. ترامب تحدث اليوم بصوت عال عن العلاقات بين اسرائيل ودول عربيه معتدله حيث جرى دائما الحديث عن الامر بصوت منخفض، من المعروف ان اسرائيل تقيم علاقات استخباريه متشعبه مع دول عربيه وغيرها واحدى هذه الدول زارها ترامب مراقبون اسرائيليون قالوا ان الزعماء العرب الذين التقاهم ترامب في السعوديه كانوا واضحين هم يستميتون لاتمام سلام معنا هم بحاجه الينا ويريدون ان يقيموا معنا حلفا اقليميا ضخما ضد محور ايران وحزب الله